صباحكم سعيد من جديد مشاهدينا، واهلا وسهلا على شاشه التلفزيون الاردني بحلقتنا لليوم من برنامجكم يوم جديد، مستمرين معكم لغايه الساعه 10. وصلنا معكم الان لفقره جدا مميزه بتحكي عن مبادره ملفته جدا للنظر، يعني بمناسبه اقتراب قدوم العام الدراسي الجديد، والاطفال هلا كلها متحمسه والطلاب انهم يروحوا على المكاتب ويشتروا مستلزمات الدراسيه من القرطاسيه ومن الحقائب وايضا الكتب والملابس وزي المدرسه. فهلا اكيد الكل بالبيوت والاهالي والاباء والاطفال الكل متحمس لقدوم العام الدراسي، ودائما بنتمنى لهم المزيد من يعني النجاح بعامهم الدراسي الجديد. فعشان هيك في شاب يعني عنده افكار جميله جدا اسمه عوني العوالمه، اقترح فكره مبادره باسم الطفل اليتيم ابنك واخوك. فعشان هيك هو حب من خلال هاي المبادره انه يقدم العون والمساعده لكل الاطفال اليتامى اللي وصانا عليهم الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه افضل الصلاه والسلام. فعشان هيك بدنا نصبح عليكم واهلا وسهلا فيكم باستديو يوم جديد، وايضا معنا المنسق الاعلامي للمبادره الاستاذ عادل ابو نوار، اهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك، يا هلا وسهلا، صباحكم. الله يسلمك. يعني اشكال الاحسان الى اليتيم متنوعه ومتعددة، وانتم اخترتوا هذا النوع من العطاء، والحملة يمكن يعني مفيدة جدا بهذا الظرف وبهذا الوقت، لانه اكيد الاطفال اليتامى والاسر العفيفة ايضا بحاجة لهذا الدعم. فاحكي لي اول ما بدأت معك الفكرة وقبل ما تطبقها على ارض الواقع، كيف كانت الافكار تدور براسك؟ كيف ترجمت هاي الفكرة لواقع؟ في البداية صباح الوطن الجميل لجلال سيدنا ولكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير جميعا. بالنسبة للمبادرة، هي مبادرة قديمة جديدة متجددة. في يعني خلال السنوات الماضية قمت بنفس المبادرات بالتخفيف على أبنائنا الطلاب المدارس من خلال شراء الحقائب المدرسية والقرطاسية وتوزيعها على الطلبة. هاي بتلقى صدى إيجابي لدى طلابنا وأطفالنا، مش شرط أن يكون بس يتيم اللي نقدم له الحقيبة المدرسية أو القرطاسية، ممكن يكون من الأسر العفيفة. وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية اللي بمر فيها المواطن الآن، يعني بتتطلب المرحلة أنه تكاتف الجهود لندعم كل الأسر بغض النظر أنه يكون في عائلة يتيم أو من العائلات المستورة، خلينا نحكي نتفضل. يعني الوطن بقدر ما تقدم له مش بقدر ما تأخذ منه. أكيد. يعني محبة الوطن، الولاء، الانتماء للوطن هو بالعمل وليس بالشعارات. نترجمها لأرض الواقع، يعني الفكرة اللي تيجي مثلا اللي منبادر فيها نطرحها على أرض الواقع اللي بخلي كل المواطنين يلتمسوها في المرحلة يعني القادمة اللي هي مرحلة المدارس. حلو أنه نكون يعني نبذل الطالب أنه نقدم له مثلا دعم كشنتة معه أو القرطاسية أو ما تشابه من ذلك. هذا بيزرع بنفس الطفل أو الطالب المدرسة يكون عنده انتماء لاحقا لما يكتمل عنده النمو العقلي والجسدي، بيفكر أنه أنا كنت مثلا أتلقى شنتي أو كنت أتلقى هذا، ليش كان يعمل هيك؟ أو مثلا شو الهدف أنه مثلا لما يجي يقدم لهيك بيكون عنده أثر، أنه يكون عنده انتماء ويكون منتج وينجح بمدرسته ويلتزم بدروسه ويحفظها أول بأول، وهذا إشي كتير ضروري. صح. وتحديدا أنه كمان مثل ما حكيت غلاء الأسعار، ويعني صراحة التحضيرات لمستلزمات المدرسة مكلفة ماديا نوعا ما. يعني الأهالي بتكلفوا فيها كتير، فما بالك لما يكون الطفل يتيم. يعني يمكن المبادرة بدأت ب 600 حقيبة تم توزيعها على الأطفال، لكن أنا حابة أسأل يعني البحث عن الأيتام والبحث عن الأسر العفيفة والوصول إليهم يعني ليس بالأمر السهل، صحيح؟ يعني بيحتاج للبحث الكبير والمتواصل والتعاون مع العديد من الجهات. فلو تحكونا بالضبط ما هي طريقة وصولكم لهاي الأسر ولهدول الأيتام؟ هلا بالنسبة خلينا نحكي الأيتام، يعني خلينا نحكي يعني أنا بحكي على محافظة البلقاء والسلط، مدينة السلط. من خلال يعني أنا يعني عملي بالميدان دائما في كل المناسبات أو كل المبادرات اللي بقوم فيها داخل المدينة السلط، خلتني أتعرف على الأيتام أو خليني أعرف كل منطقة شو فيها أيتام، احتياجاتها، عائلات مستورة. يعني أنت عائلات.
بسيط. لا الحمد لله رب العالمين، هاي بجهود يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل، والحلو الواحد انه يقدم الدعم بغض النظر شو مكان القيم او ما شو مكان المحتوى اللي انت قدمته للاخر، بس ممكن يكون عندي انا قليل او بس بالنسبه له بكون كثير. والدائما اللي ما بيحس بالطبقه اللي هم الايتام او الطبقه نعم. الفقيره او الماشي الامورها الا اللي بيكون نفس الطعم ضايقه. صحيح صحيح. الحمد لله رب العالمين، حلو الواحد يتكاتف مع الاخوه الطلاب والاسر العفيفه. اكيد. خلينا ننتقل للاستاذ عادل ابو نوار، خلينا نحكي شوي عن المناطق التي تغطيها هذه المبادره بالضبط. يعني وين هي المحافظات؟ اول شيء الله يصبحك بخير. صباح الورد. وكل احترام للجميع. أهلا وسهلا. الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية. أول شيء أختي العزيزة، إحنا يعني مناطق السلط هي يعني كاملة، يعني الصافع، البقيع، العزرية، فهمت كيف؟ وإحنا الحمد لله بفضل الله يعني شبه وصلنا تقريبا إلا يعني بجوز حوالي 4-5 مناطق لحد الآن ما وصلنا أنا أخواني. وإن شاء الله يعني خير إن شاء الله يا رب. حابين تتوسعوا بالمناطق، توصلوا للمحافظات، توصلوا للأماكن اللي مش نشيطة اقتصاديا بعيدا عن السلط؟ إحنا يعني شوفي يعني عندنا عيرة، يرقى، صبيحي، العارض، المناطق اللي بعيدة عن السلط شوية، وإحنا بإذن الله يعني اليوم إن شاء الله بدنا نطلع يعني بعد الساعة 8 بإذن الله. حلو. وان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل. بس بالنسبه للمناطق، طبعا كل مناطق التابعه للسلط راح نغطيها ان شاء الله كلها تقريبا باتصال مع كل واحد ومنطقته، يعني منطقه العيره، يرقى، صبيحي، حوي، هاي المناطق راح يكون فيها ناشطين اجتماعيين، غادي نسالهم وين في اسر عفيفه اللي نقدر نصل لاكبر عدد. وبعدين خلينا احكي لك، تفضل، لما نقدم الشنطه والحقيبه المدرسيه للطالب بغض النظر انه كان يتيم او من الاسر العفيفه، هاي يعني بتسقل شيء عنده، بتزرع شيء داخله. وحلو انه نتكاتب حتى لو كان بمثلا الامور الماديه عندهم يعني متماشيه، خلينا نحكي، او مكفين حالهم زي ما بقول مثلا انهم مكفين حالهم يوم بيومهم، مش غلط نقدم للاسره مثلا ندعمهم طالب نكفيه مثلا بالشناتي او الحقائب المدرسيه. طيب يعني عوني، المدارس لها دور بهذا الموضوع او لا؟ المدارس ما بنقدر احنا نحصي المدارس، يعني لازم كل الفترة هاي تيجي قبل دوام المدارس، لأنه ما بيجي يوم دوام المدارس اللي يكونوا الطلبة كلهم مشتريين. أما هاي يعني أعلن عنها قبل أسبوع عشان اللي يعني نتلقى الرسائل على الخاص بالمكان اللي مثلا بدهم شناتي، بنصلهم أنا والأخ عادل بالتواصل معهم نقدم لهم الشناتي اللي عندهم، يعني نصلهم للبيوت. إحنا شرطنا والمناطق. يعني شرطنا عفوا بدون إعلان، يعني بدون اسم الشخص، يعني بدون ما نحكي او نبرز اي شخص، يعني يعني كله بالكتمان، فهمت كيف؟ يعني هذا الافضل، هذا الاحسن. يعني اذا بدك تعلن بدك تشهر حالك، احنا مش دور لا دورين شهره ولا دورين شيء، دورين الخير والاجر لله بس، هاي هي الموضوع. يعني هلا انا بدي اسال سؤال كثير مهم، انه الاشخاص اللي عم بيتابعونا الان وحابين يقدموا قرطاسيه او حقيبه بمختلف الانواع تاعت القرطاسيه، اكيد في لها انواع مختلفه، فلو تحكوا لهم ايش الطريقه او ايش اليه التبرع لهذا الموضوع، هل بامكانهم يتبرعوا بشكل مباشر او فقط من خلالكم؟ لا، في هالساعه من خلالنا مثلا، يعني انا مشكور لجامعه عمان الاهليه اللي تواصلوا ودعموا لهي المبادره، ان شاء الله اليوم راح نستلم عدد لا باس منه، علما بان جامعه عمان الاهليه دائما تحتضن المبادرات اللي بتكون في المجتمع المحلي. شكر كمان لبلديه السلط ولغرفه تجاره السلط اللي قدموا ابدوا كل استعدادهم، ان شاء الله اليوم او بكره راح نستقبل منهم الشناتي ونوزعهم بطريقه اللي احنا متعودين عليه انا والاستاذ عادل، نوصلها للمحتاجين وبدون يعني لا إعلام ولا أي شيء. يعني الحلو بالأستاذ عادل إنه متوافقين مع بعض بالفكر وبالأداء. نعم. رسالة أخيرة منكم لكل الشباب اللي عم بتابعونا، العطاء جدا مهم والأفكار البسيطة ممكن تدخل السرور والفرح بقلوب الأطفال اليتامى وأيضا الأسر العفيفة، إيش بتحبوا تنصحوهم؟ يعني تفضل سلام. تفضل. احكي انت. ما في مشكلة. احنا يعني احنا كل احترام وتقدير للجميع. احنا اهم شيء يعني اهم شيء انه الشباب، يعني الشباب بيكونوا متعاونين مع بعضنا، فهمت كيف؟ يكونوا يعني مع بعضنا متكتفين مع بعضنا. اكيد اكيد. ويعني كل احترام للجميع. واهم شيء يعني انا بحب اشكر بالنسبة لي يعني لانه في ابو احمد خالد عربيات رئيس النادي
برضه وقف معنا يعني، ويعني بنشكر للجميع وبنشكر كل اللي يعني يعني بيزعلوش منا، في ناس يعني بدنا نشكره. اكيد اكيد، وكل الشكر لكل الداعمين. بالنسبه لل يعني للشباب، الشباب قبل ما يكون شاب بمرحله ال 18 كان يعني طفل خلينا نحكي، وانا يعني لما تيجي تنشئ، اذا بدك تنشئ جيل بتنشئه من البدايه اللي هو الطفوله، هي الاسره، المدرسه. صحيح. هاي بتكون يعني حتى لو لما اللي يكون في عمل ويتشاركوا فيه الاطفال، بعد شوي هو راح يكون من الشباب، من الشباب راح يكون منتمي لهذا. صحيح. بالنسبة للأحداث اللي صارت الأخيرة بالسلط مثلا أو بكل المناطق، الأحداث لما نيجي نتمحص بهذا الموضوع بتلاقي فراغ عندهم، فراغ عند الشباب، وما في عمل، ما في تقديم، ما في شيء يحتويهم. ان شاء الله احنا بالمراحل القادمه راح يكون لنا في مبادرات بالتعاون، بالتوفيق مع بالتوفيق دائما، بالتوفيق. كل الشكر لوجود، بالتوفيق يا رب، وكل الشكر لوجودكم معنا اليوم. كل احترام، شكرا لكم، شكرا لضيافتكم. اما الان مشاهدينا راح ننتقل معكم لفاصل، ومنواصل بعده مع مشحم العدوان والضيوف.